الإرشادات اللي وصلتنا أيضا موضوع أحد المواطنين اللي راجع على راتب والده من عام 2015 وجه رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع. بسم الله الرحمن الرحيم. أناشد جميع الشرفاء مشاركة المنشور أولا، ومناشدة إلى دولة رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي، مناشدة إلى وزير الدفاع جمعة ناد، مناشدة إلى جميع شريف الدولة العراقية، مناشدة إلى سكرتير رئيس الوزراء محمد البياتي. أنا والدي المرحوم علي جون شبينة المنسوب إلى فرقة العاشرة وزارة الدفاع، أتمنى يعني أن يوصل صوتي إلى الجهات المعنية، أتمنى التقاء دولة رئيس الوزراء. أتمنى يعني أنا قابلت الوزير ولم يوفيني بأي كلمة أو وعدني ولم يوفي فيها. جماعة ناد، أنا قابلتك شخصيا برفقة أحد أعضاء نواب البرلمان النائب رعد المقصوص جزاه الله خير، وصلنا إليك واتقيت بك، فقط وقعت وديت من القانون، ولم أعرف عن معاملة والدي أين أنا.